الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت بهاء السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ومن عليهن، ومنك الحق ولقاءك حق، والجنة حق والنار حق، والموت حق، والحشر والنشر حق، والميزان حق، والصراط حق، والجنة والنار حق، وأن لقاء الله للمؤمنين في الجنة يوم القيامة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، إنك أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن، لا إله إلا أنت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. يا مغيث أغثنا، يا ستار استرنا، ويا حافظ احفظنا، ويا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة تغنينا عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. أما بعد، تبي يعني من محاولة إدارة دائما ما نقول ما سن أول الله، اللهم فضلي لا واسز ودعاوز وإيش دان دعاسي، أنه سلشمة دائما بغلانسن قونشمانن معناسيدا واقعا أرتاسن دا. يعني بالموضوع سن سلشن دا واقعا تخردر سوزن ملات واقعا أو مجتمعا عرف واقعا تخردر سوزن استنباط يدر سو ملات دا فضلا تجاوب دروزيدا. أما من سانوت سن مسألة بير مسألة جاترم أو بير قصة جاترم سانوت سن من نوم بين الأولين بالحادثة سد إن جاترم سن هذا مسن بيجونا باخجنان، لأن من استلم دكتور بيجون ما نم يرامتي ماريت سن من بنن أول يرالر ولا من من استفادة ويرس ماش الله مزر. أني تستمر من يعني موضوع جرمدا أول بعض مقدمة لر ور إنسان جرى تطرق يتسنوزنا معلم جنابوز بزم دين سلاش ما دين داجي يعني مطال دين داجي أترم سانوس حزت يوسف باله قرآن قصص ويربزة، ولكن نايس ويربو قصة لار قرآن عبرة الله غيتنان. مثلا حزت يوسف قصاص سرد دند سانوت دير بخ نلر تحمل يت سنستر بخ يعني من بسيط مثال لرنان أن أو إن شاء الله ندورنا د بابايدن نانن بابايدن أولادن أرتاسن دا صبر فساد وزارنا سجني تفضيل يت في سبيل يولدن تخماسن استر أجراتن سنة أدب الأنبياء نجايزادة. يعني القرآن الكريم بالقصة سرديت ميب سانوش كمطال سانوش مثلا بعض تعزي الاردين بعض مثلا قرآن وخيان لار بعض بغاسا حزيد يوسف قصاص أخرى كون حزيني بالقصة حتى علم إغلاص أو حزتي أيوب حتى بعض شاعر لار بغاسا حزتي أيوب صبرن مثلا جاتر لار ولو ما نم يانم ده جايز ده جبير بلا بيغمبارن آده مثلا سن بش شعر إتندا
ولو من شعر انشرت ما مشم انا واحد من يخت انشرت من شريعه مز انشرت مي بوزن لكن تجزعت مي بوزارنا سامرم جرم شعر مثلا سوزارنا لان بو ادبيه تبالد وادبيه تدب زمدين انشرت مي لكن ضمن ضوابط الشرع هني تبقى صورة الشعراء تدي عندها شعر لا تخبوش والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا ريوخ يعني بخ دائما سيبخ والعصر السورة سنة بخ والعصر إن الإنسان لفي خسر هذا هو الله قسمت والله تبر شيء قسم اتمز او ولو وز الله ان بتون سوز تمام ده وبتون سوز حقت وعدل ده واتخ يعني مناقشه يختي تنده وادله استمز اثبت اذا سنوزنه تشك جالب اوزي من مصدر ثابت تن جالبته من مصدر ثابت حق ان جالب فعليه الله ندير تمام ده وبما ان بيغمبر اوزنا عيت اذا بيغمبر ده ندير تمام ده صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فعليه إذن جلان مثلا سبحانه تبارك وتعالى السرد إذن ده سانوتن قصانا قصانا السرد إتبي بسانوتن حتى مطال سانوتن ديسن ولو أفندم إذن رواية ور أنه بني إسرائيل دن بعض حكاية لر ور إلاون أي عبرة واري سيتن ده لكن دون أن يكون تعارض مع الكتاب والسنة يوبس أوه بزم دين كونه الدين عالمي دي وشمولي دي بزم دين دي عندما سنة عالمي دي يعني قطب الشمالي دي قطب الجنوبي دي شمولي دي يوخ مثلا جالبت مثلا دي اغن بس عراق لارسن او بس عرب لارسن جالبت يوخ او بس شرط جالب او بس انجليز جالب او بس مثلا مصر بزم دين جالب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأن ذا للعالمين جمع العوالم شمول ده إلى أن قيامة إلى أن يعني أن يأخذ الله الأرض ومن عليها يعني كير دي قيامة قبر يعني بترحية فإسلام دين دين شمول ده وقوم داج أمم ده وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون يعني فلان قومية عايد داجي بالدين أنا بدي أسأل هذا كمسيح الذي نحن أبناء الله أو يهود الذي نحن أحباء الله يخطبه وإنما دين شمول دين دو يعني يشمل كل بني آدم كل من تناسل من ذرية بني آدم بدين شمول إلى رسنا ولكن على شرط التبليغ يعني بردنا التبليغ أول ميت تش الله عزوج سبحانه تبارك وتعالى دين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله دين من بردنا أنا تبليغ قول ميبسا أين أنا الميبسا أزنا بالمرسى وضع غلطة يتسى بالمرسى من محاسبة ما أزنا أنيت أفندم صلى الله عليه وسلم تخشر التأكيد دبت أنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان يا دمن تخبر مي حتى ورز أفهم ورز بغسان يا مغيبت ورز قرن ميبت سايمر قرزن قرلمه لانه بلا بلا يتميبته افندم زبير ذلك رزق ساقه الله اليك يره فاذا باسم دين جلند جل ما دك الدين محدد في عصر معين او في زمن معين على اشخاص معين وانما جلد شموليه وعالميه كنظام تشريعي كنظام تشريعي يعني ديانه تشريعي يعني سانوش القرب ندسن نتمسن إلى أن نندن أولان إلى أن أولسن نمطلوب تسنن حياته نزع أولزاقته حبسن المنهاج قربت لكل جعلنا منكم منها شرعة ومنهاجة قرب سانوش منهاجه فعليه من جدا محاضرة بجس شمولية سلاشتم شمولية سلاشتم çok yani şeyler geldi benimce mesajlar. Keannema millet buna seleşmanı yani eşit bir yani hoşlarına git. Hatta böyle oldu yani bilmem yani istemiyorum ben methedim. O innema hissiyetin milletin isticabası
چونچن واقع المجتمع آن دیتن ده اجا مشاكلت سلاشر اجا ناحية فسادية سلاشر اجا ناحية خلقية سلاشر اجا ناحية دينيات اجا ناحية يعني بس استرغ دين اني بس حبو مز جامعتنا مسقل رخ وحبو مز بيلي رغنا مز نزقلنا من اني بيلا من نزلنا مسقلنا لكن سن منا معلم جنابوز بالإسلاميات تخ جزال بير يعني منهج قرب نزا منهج هر شيء دين ده سنة نول سؤوسن أجا نماز أجا زكاة أجا حج أجا يعني قضية إسلامية قضية إيمانية قضية إحسانية قضية اجتماعية قضية سياسية قضية تربوية قضية علمية قضية سياس شيء عسكرية نقضي ياسن أول سؤال حتى فن حتى نم نقضي ياسيات السوجات سنة قضية قضيان هيكلية سنوير أولا يعني بقضية ندن أولا يعني مثلا ديغن ساتو مثال ياترم كنت كنا بير مثال ياترم ساتو نماز نماز السنة ويرن ده دين ويرد سنة بالك كعبادة كعبادات لكن هيكل ياسن أجراد بسنة هيكل ياسن هذا يعني نزل قلصا نزل درسا نوخصا نزل ركوعا نسا ركوع تنديسا نزل سمع الله يدسا نجا انس سجدايا نجا سجداده نجا جلسه بين السجدتين نجا زيده سن سالت بير كشكلا مثال ياترن بزدا افندمزن الروايه وانه امرت ان اسجد على سبعه اعظم سجدايا انا نو جراكم يد سمجن üzerine سجده يدسا الله چالو چتپو چاياغون بارماق uçları من اني متاكدم بزدا çok adam var namaz kılar secdeye ananda ayaklarını ebeleyece eder. Beleyece, yani parmağının uzun yere durup şey etmez. Oğlum ben demiyorum sana namazı batıldı. Namazı batıldı diye bilmem özden. Lakin heykeliyeti salatı verende sana Efendimiz. Ama tabi Allah Efendimiz'i ki öcreden de. Ki biz vaktinde dedik anne o. Kur'an-ı Kerim icmali verir sana. Dir namaz kıl. Lakin tafsilatını Efendimiz verir sana. Ver heykeliyesini verdi. İzen heykeliyeni sana aldı. او ابداسن هيكليا ابداس هيكليا سوار هيكليا سناده ازيا خماخت اليا خماخت اغز سرقلا ماخت قل برقة اليا خماخت يعني يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وايديكم برار حبس بهيكليا ده يعني بلا تشبيه نجسا بير عمارانية بانداو هيكليا سن قرصن اوالي ازوز دياس بير هيكل الدم يعني دين جلالة دي صبولو بسقفيات الممنى باي كلياسي قرلبت لكن هاي كليا دن معدى نور أخلاقيات وروزي دن بربر بخ هاد الشيء إسلاميات ات شيء دن تكوين دي بوزنا أولا سنورب هاي كلياتنا يعني سن نمسخ سو ركوع يو اتمسى ركوع نمازو باطل دي هاي كليا نادي يعني مكونات العبادة نادي مكونات مثلا زابط ولدو بابا نماز يوخ زابط لخ Zabitliğin şurutu var. Av müderris oldu. Muhami oldu. Mulla oldu. Yani kasapsan, bakkalsan. Şimdi bakkal bakkal, bakkalın heykeliyesi var. Terazidir, taşıdır, mezidir, sebatidir. Kasabın tencaldi, bıçaktı, satmın. Attarın terazidir, aynı onun da var. Müderris heykeliyesini aldı. Tebaşiridir, okumağıdır, kitabıdır, saburasıdır. Yani el heykeliye nedir? Olur ki işi yeridir. Heykeliye işi yeridi. Fon için diyenler sana namazın heykeliyesi yani rükûdü, sucûdü, kıyamdı. Bunlar heykeli. Bunların naksın etmese o bir tekin etmese o namaz batıldı sende. Yani heykeli yani esasiyet. Heykeliyeyden barabar geline ahlakiyat. Namazın ahlakiyatı nedir? Sen in mesela geldik diyeğin dedi nevaytu farza salatel işâi erba rükâtin edâen billahi teâlâ تابع الإمام الله أكبر نياتيته تابع الضوء فاتح حن استمر مجرم مذاهبه فاتح هذه أخذ وزنه ركوع عنده سجدة عنده أجا ممسن أجا إمام سن يعني يرقص كل سن أو تابع سن مهم يعني بلا رئته بالسجدة يتمسى ونمازه باطل تجرد ونسى نزل سن وزنه شو نمازن هي كلية سن ده أركان وار هي أوار أبعض وار يعني بعض شيء وار يا دودان صفته مثلا سبحان ربي العظيم يا دودان صفته ماشي لكن التحيات يا ابن نصر بريد التحيات يا رسيده ساوي ده سنوزيت
هي أتور أبعض والأركان والبلن بلر هيكلية الصلاة بلن. لكن نمازنا يور أخلاقيات ور أدبيات ور أخلاقياتنا ده أنه نمسنا نسر على من ندسان جرى يران ديم يسان بحتنيت ميسان جرى دلوبك وصل ألوبك جدري إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تمام صلاة سنة من عدر بتن أجريشتن قبل يتمره إذا سن هيكلياني يابتو لكن أخلاقياتي يبمادو حسابت مسنا الله يار النمازة لأن قلب سن بس نماز ثواب ورمسنا يا رب ما نماز خمشم يا ما نماز قلن لردن قويم سن زنة يا سنو ديلو بسيد على ما بعتني لردو بس ما سن حسابت ما نماز قلمي لردن تاركو الصلاة إن حسابت ما سنة بس كم إذا الحساب إذا مسانة غيبة إذا لردن إذا رمسانة بحتن إذا لردن إذا رمسانة بعد جور سن يلان ديان لردن إذا رمسانة هون تبغ في الحديث الصحيح الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن مسعود ندري دري الصدق يهدي إلى البر دغرة سنة بارد زيولة الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا الكذب يؤدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا حديث صحيح في الصحيحين عن ابن مسعود يارن يعني سنة مسقلاني له غير لكن بحديث أوزار وتطبيق ولا حيث سنة يلان دياني دو بنا تطبيق دار أوزار سنة محاسبة بس تارك الصلاة دان برابر شو سنة قلب سنة لكن سنة محاسبة دار يلان تلار دان برابر شو سنة يلان دياردو يسلم أن مسقلاني دم يرماز أخلاقيات يابمي بسنة مازم أخلاقيات مع دنوار أدبيات ور أدبياتنا هذه مسألة سنة نمس قلسان أرمس تمن تمن النمس خلمك جائز عورات ورتسان وين طبع شبكتان تبغى عورات ورتبسان تجيب بزداء شروط صحة الصلاة ستر العورة ستر العورة عورات ورتبسان سانها كاملها لكن بردن يزداد زانو ماشي نمازو باطل داجي بس أدبيات الصلاة يخسر لأنه أدبيا الله أنه يجندو ألمس تمنى دراسة بابا جوردو أدبيا ألمس تراكسو تندراسة الله أنه يجندو حتى بعض علماء دير أدبيا جزل داج باشوات سغوصن يعني يعني محاسبة يوقتي تسن دا بس مسألة دي أغن أغلان أغلان بابانين أجندو سلشن دا بير أدبية توصن أزن دا جرا لأن بو بابا ده يعني arkadaşıdan selişmağa ayrıydı babaydan selişmağa ayrıydı. Oğlum ben babam olmaz. Mənimlə belə selişəsən. Oğlum nə nəvdi? Necə nə nəvdən belə selişsən? İdən hər işin heykəliyyəsi var, əxlaqiyyəti var, ədəbiyyəti var. Yəni səhur ayunadı İmam Malik yanında avratu yani avratu örtüb səhv hələ o maşi. Lakin min bəbil ədəbiyyət إمام شافعي أنا عند درس فبت النماذج قبل يتمره أدبيات مسألة سند دائما سأل النماذج وباطل ده بس دي من قبل يتمه الله أنقذ شاهد ترى سند در بان تردا نايتن الله بلسانه وأن سوده بيردا نجعل اللي واتضايش در سانو نماذج قلنا وسانو جسمه دان هواي نفسه